السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير مشاهدين الكرام، نهاركم سعيد إن شاء الله، يومكم مبارك. طبعا اليوم عندنا حلقة جديدة على قناة الطب البديل والمداواة بالأعشاب. الحلقة متاعنا اليوم نتكلم فيها على مرض الثعلبة، لأن في وقتنا احنا توا الحاضر هو المرض هذا منتشر بكثرة. وطبعا احنا اليوم بنعرفوه المرض هو وبنشوفوا الأسباب متاعه وعلاجه وبنتكلم عليه بصفة عامة إن شاء الله. طبعا أول حاجة الإنسان لازم بيدير تحليلات، بيشوف الدم متاعه، صفايح الدم، بيشوف عنده حساسية في الربو او عنده مشكله في الغده الدرقيه. وكان الامور كلها تمام، هي الدم وما عندهاش حساسيه في الربو وما عندهاش الغده الدرقيه، معناها بيتجه للمناعه الذاتيه هي اللي فيها المشكله، او 90% من الناس مشاكل كلها في المناعه الذاتيه هي. طبعا احنا بنعرفوه المرض هو، طبعا هو مرض جلدي يصيب بصيلات الشعر ويؤدي لإسقاطها، ويصيب طبعا الخلايا، خلايا طبعا اللي في البصيلة نفسها بيضربها من الأسفل، لأن فيه مضادات بتبدأ تهاجم في نفسها، بتاكل خلية بتصير مشكلة، لأن الجسم يبدأ يهاجم في نفسه. هذه المشاكل هي مشاكل داخلية كلها طبعا. ويصاحب المشاكل هي طبعا الثعلبة هذه بتصاحبها دوائر بيضاء بيجي في الأظافر، في الأظافر أو في اليدين، من هنا ومن هنا، قصد على أشكال متقطعة. وطبعا فيه أكثر من نوع من أنواع الثعلبة. طبعا فيه النوع المتقطع طبعا اللي هو بيكون دوائر، دوائر بيجي في هنا هنا أو هنا في الخلف. وطبعا النوع هو نوع بسيط وشفاء منه بشكل كبير، لكن النوع الثاني النوع اللي هو صعب، النوع اسمه النوع التعباني او النوع الشريطي هم يقولوا له، لانه بيجي زي الشريط او زي التعبان في الرأس. وهذا النوع طبعا خطير جدا ويبي سنوات من العلاج باش يرجع لحالته الطبيعية. طبعا احنا نعرفوها انها ما تجيش في الرأس فقط، ممكن بتجي في الحواجب، ممكن بتجي في الدقن او اللحية، عندها في اليدين، عندها هلبة اماكن متفرقة طبعا في الجسم، في الصدر، كان عندك شعر في الصدر. طبعا معظم الحالات الثعلبة طبعا من غير علاج، كان مثلا قعد سنة وما اخداش علاج، ممكن الشعر يرجع من تلقاء نفسه من دون اخذ ادوية او ابر او بخاخ او كريم، بيرجع الى حالته الطبيعية في خلال سنة. وفيها طبعا في حالات ضروري من العلاج، ضروري من العلاج، لانها بتكون حالتها متقدمة جدا او بتزول البقعة وبترجع من جديد، لهذا فيه مشكلة هي ولازم تاخذ لها علاج. وطبعا كيف ما نعرف احنا فيه كثير من الناس بياخذوا في الابر الكريتيزول، هذه طبعا هي اكثر حاجة الناس يستعملوا فيها، ابرة الكريتيزول طبعا هي يضربوا فيها في مكان الثعلبة. والابرة هي طبعا بتسبب هلبة مشاكل، لا قدر الله بيصير ارتفاع في الضغط او بتسبب جلطة. كيف ما هي لها فايدة لها اضرار كثيرة طبعا، زي هي زي الكريم زي البخاخ. الواحد يستحسن انه يبعد عن الحاجات اللي الخشفة، الحاجات الكيميائية، ويخليها على الحاجات الطبيعية اللي هي طبعا الاعشاب. والاعشاب هذه قصدي نباتات ما فيهمش فيهم فايدة، ما فيهمش أضرار وما عندهمش آثار جانبية. طبعا اليوم احنا عندنا أكتر من خلطة جايبين، وخلطات بسيطة كلها وسهلة وتقدر تعملها بروحك في البيت.
وخلطات بسيطة جدا جدا جدا. طبعا عندي الخلطة، هي هذه الخلطة أو الخلطة بنقولها خلطة متاع، هي تعتمد على خل التفاح الطبيعي طبعا، مش الخل الكيميائي بتاع التفاح، خل تفاح أبيض. تاخذ الخل هو بتستعمله لمدة نقول أني لا إله إلا الله يومين يومين، ومرات تستعمله ليوم واحد بس أنت كان استعملته مظبوط، ويوم واحد تستعمله. هو طبعا تاخذ كأس صغير وبتصب فيه خل تفاح اللي قلنا عليه طبيعي، وبتاخذ طرف قطمة بتحط القطمة في الخل وبتدعك بيه، بتدعك بيه المكان بتاع الثعلبة، بتقعد تدعك 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 بشكل دائري لين بتحس ان البقعة اللون بتاعها تغير، الجلدة لونها تغير، بدأ لونها احمر طبعا، تغير الاحمرار، بتزيد تدعك فيه لين تحس بقى انها بدأ لونها احمر احمر مظبوط. طبعا انت تبدأ لونها هيكي بتنحي القطنة هي، وما تقربلهاش طبعا المية لمدة 5 أيام، إن كان هذا ما تقربلهاش المية بكل لمدة 5 أيام. طبعا المكان هذا بيربي بيدير قشرة بسيطة، وبعد 5 أيام أنت بتجي 5 أيام هي بتبدأ دايرة قشرة، أنت بتدير دوش وبتنظف مكانها. أنت حتأكد وحتشوف بعينك إن المكان هذا حيرجع نمو بصيلات الشعر من أول وجديد. هذه أول خلطة. طبعا عندنا الخلطات الثانية، طبعا اللي هي الخلطة الثانية كيف ما قلنا هي خلطة الثوم. كيف ما نعرف احنا، يحتوي الثوم على العديد من الخصائص المضادة للالتهابات والبكتيريا، ولذلك يلعب دور سحري في علاج الثعلبة. يمكن تدليك المنطقة بتاع الثعلبة، تاخذ فص ثوم تقص على 2 طبعا، وتدلك المنطقة بتاع الثعلبة تدليك كويس لمدة نص ساعة، وبعدها تقدر تغسل المية. طبعا الثوم عادي تقدر تستعمل المية طول بعدها، لكن الخلطة الأولى اللي قلنا عليها احنا ما تقربلهاش المية إلا بعد 5 أيام. وطبعا نبغوا ننوه على حاجة، طبعا مرض الثعلبة هو طبعا مش مرض فيروسي أو مرض بكتيريا، أن مرض معدي أو تجي لحد تلقى عند المرض هذا تخاف إنك تسلم عليه، ولا يبدأ يراقد في مكان تخاف إنه بيعديك، ولا ما قصدي ما تخافش منه، هذا المرض مش معدي، لأن المرض هذا مرض داخلي كيف ما حكينا في بداية الفيديو. قلنا المضادات هاجم في نفسها، قصدي ما تخافش منها لأنها مش مرض معدي ومرض بسيط جدا. وإن شاء الله تستعملوا الخلطين تو اللي قلتهم أني كويسات 100%. ومازال عندنا طبعا خلطة تانية، خلطة لا إله الله حليب جوز الهند. طبعا كيف احنا ما نعرف، يعد حليب جوز الهند من أفضل الوصفات المنزلية التي تساعد على علاج الثعلبة. فهو يحتوي على هو يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات طبعا ومن الألياف. طبعا جوز الهند هو طبعا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ناخده طبعا لا إله، قم بإضافة قليل من دقيق، تاخذ قليل من دقيق ملعقة دقيق مع ربع كوباية صغيرة من حليب جوز الهند طبعا، وتحركها مع بعضها، بتعمل زي المسك أو زي العجينة صغيرة، وتحطها لمكان الثعلبة لمدة هيك ربع ساعة نص ساعة، وبتنحيه، وبعدين عادي تقدر تغسله هو المكان هذا. ولا إله إلا الله، عندنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيه دواء تاني دواء لكن هذا مش شايع هلبة، وما نعرفش يعني هل أنت سامع بيه أو مش سامع بيه. طبعا الدواء هو كانوا يستعملوا فيه الجنود زمان في الحرب، ولأن كانت الأدوية
كانوا يدخلوا للصحراء الداخل، الأدوية ما توصلش فيهم طبعا بطريقة سريعة. لهذا كانوا أن تحدد جهة الثعلبة في مكان زي هو يبدأ في صحراء في حاجة، كانوا يستعملوا في زيت السيارات، زيت المحروق بتاع السيارات، الزيت نفسه كانوا يستعملوا فيه. وعلى كلام ناس كبيرة في السن وشيابين وناس هيك واثقين في كلامهم، وفيه ناس مجربين الحاجة هي وأكدونا إنها لها فعالية وناجحة 100%. طبعا قال لك ياخذوا في الزيت المحروق بتاع السيارات لمدة 4 5 أيام، ياخذ في الزيت يحط فيه في إصبع متاعه ويدعك به في مكان الثعلبة، وطبعا بتزول طول الثعلبة هي ومعاش ترجع أبدا. وممكن تجربوها وبعدين ابعتونا التعليقات متاعكم، ونفيدوا ماذا بينا نفيدوا اكثر مجموعة من الناس. وبارك الله فيكم وشكرا على المتابعة، وما تنسوش تديرونا لايك ومتابعة. وبارك الله فيكم، نتلاقوا في حلقة جديدة ان شاء الله على قناة الطب البديل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونهاركم سعيد ان شاء الله يا رب. السلام عليكم.